يا سعد معانا على التليفون. ازي حضرتك يا كابتن؟ مبروك يا حبيبي، الف مبروك حبيبي يا كابتن هاني، الله يبارك في حضرتك، وبرحب بتهام، برحب بكهربا، ومنورين. ازيك يا كابتن؟ الحمد لله، اخبارك ايه؟ عامله ايه؟ انت اخبارك ايه؟ والله كله تمام الحمد لله، زي الفل. احنا طبعا انت كابتن محمود كهربا، بس انا عايز اسالك، هو كام دلوقتي لسه جايب سيرتك وبيقول ان انت شويه يعني كنت مقلق في نهاية افريقيا، كان القلق ده سعد يعني جاي من ايه؟ والله اللي كان قاعدين اكتر واحد كهربا. ليه ليه يا سعد؟ ابو غاليه ماشيين كويس اهو، الراجل بيتكلم عنك كويس. ابو غاليه يا خاين، والله انت اللي خنتني. يا خاين ليه يا سعد؟ هو يخني على طول. لا يا كابتن، لا قول لي يا سعد. بص، هو الراجل بصراحه يعني، عشان يعني الامانه وانت مش موجود على الشاشه معانا، الراجل بيقول ان سعد يعني حتى رحت المعسكر، وسعد كان من يعني بتقوم بدورك ككابتن فرقه، بتقوم بدورك كقائد للفرقه، حتى مش موجود في القايمه، وانتوا في وقت من الاوقات حسيتوا سعد ان في تنشن زياده، ان اللعيبه عصبيه بشكل اكبر، فحبيتوا برضو تفكوا اللعيبه شويه، وبالذات على الفطار. عايزين تفتك لنا كده كام واحد هو معدي على الفطار وقلت له ايه يعني؟ والله يا كابتن، زي ما كهربا قال لك فعلا كان في قلق قبل النهائي، كان في يعني حرص مننا على البطوله، يعني هو من كتر الاحداث اللي قبل الماتش الناس نفسها في البطوله، صحيح حد عنده كلام على البطوله، ان الجمهور يعني زي ما البلدي كده الناس هتموت ونكسب البطوله. ده حقيقي. فكل ده وصل لنا كابتن هاني في المعسكر، وكل ده حسيت بيه. يمكن في ظروف كمان حصلت لنا، كل واحد كان عنده ظروف خاصه، اصابات الكورونا اللي حصلت، كهربا لما جات له، انا والدتي ووالدي واخويا جالهم كورونا قبل المعسكر بيومين، وكان الكابتن بيتكلم معايا وقال لي لو عايز تبقى موجود معاهم مفيش مشكله، بس انا كنت حابب اكون على الفرقه وموجود في حدث مهم بالنسبه لنا، ونهائي افريقيا ومعسكر مهم محتاجين نتلم كلنا. فكنت موجود مع زمايلي، كان عندنا ظروف صعبه كلنا في الفرقه قبل المباراه دي. صحيح. لكن بصراحه اللعيبه كابتن هاني كان عليها دور كبير جدا، يعني دايما لعيبه النادي الاهلي بصراحه طول ما اللعيبه انت بتاخد منهم الثقه وبتاخد منهم المسؤوليه وبتاخد منهم تبص في عينيهم تحس ان اللعيبه شايل المسؤوليه انت بتبقى مطمن. فاحنا الحمد لله دخلنا المعسكر، يمكن من كتر التركيز في المعسكر الزياده، وكتر بنخبط في بعض في التمرين جامد، في ضرب جامد، في تغيير، كل واحد خايف، كل واحد حريص على التعليمات، فابتدينا نتنشن على بعض في التمرين، اللي هو كابتن هاني انت عارف، انت مدرب وعارف ان اللي هو التنشن الايجابيه، ان أنا كل واحد خايف على الثاني، كل واحد حريص على تنفيذ تعليمات الراجل. كنتوا بتتعصبوا يا سعد على بعض يعني؟ كنتوا بتتعصبوا على بعض غصب عنكم قبل مواجهه الزمالك؟ كان في لا كان في شده جامده في التمرين. في التمرين يعني يقصد في التمرين اللي هو كل واحد حريص على زميله، وكل واحد كمان نفسه انه يشارك، وكل واحد عايز يبقى موجود في الفرقه. التنشن ده سعد ساعات بيوتر اكتر، ساعات بيبقى نازل الملعب شايل ضغوط اكتر شويه وتاثر عليك، ويمكن انت كان ليك دور انت وكهرباء انك ترفعوا شويه الضغوط ديت عن اللعيبه وتبداوا. مهم يا سعد التركيز، لكن كمان مهم الروح الحلوه، الضحكه، انك تخرج شويه عن التركيز ده برضو مهم، وده انت يعني انت وكهرباء قمتوا بيه بشكل كويس يعني. بالظبط يا كابتن هاني، هو الكتر ان اللعيب حاسس بالناس قوي وحاسس بالمسؤوليه وبالضغوط، فابتدى الموضوع لا يا جماعه مش هينفع نلعب، احنا متنشنين واحنا صحيح بطوله واحنا مركزين فيها واحنا شغالين كويس، واحنا زي ما بدانا بدون كابتن هاني احنا مذاكرين من بدري، يعني احنا الحمد لله مذاكرين من بدري ومخلصين كل حاجتنا، والراجل حط التكتيك وحط السيستم اللي كنا هنلعب بيه، فابتدينا بقى نبتدي ايه بقى اعصابنا تبقى هاديه، نبتدي نشوف حاجات كده خفيفه، نبتدي نفك الدنيا شويه علشان خاطر نخش على الماتش والامور. ويمكن لو مصلحتك يا كابتن هاني حتى في الماتش الموضوع ده برضه خد مننا شويه، طبيعي لحد ما رجعنا، طبيعي خد مننا شويه لحد ما رجعنا وابتدينا بقى نلعب كورتنا ونعمل شغلنا، صحيح فابتدينا نفك الدنيا شويه. وبعدين برضه يعني للامانه برضه مش عشان كهرباء معاكم، بس وجود كهرباء لما الناس حطلت سلبيه برضه ادانا دفعه معنويه كويسه، لان كهرباء من الناس اللي اتقلنا في الناحيه الهجوميه وفي الشق الهجومي، طبعا فكلنا كنا مبسوطين ان كهرباء يكون موجود معانا، لان يفرق معانا طبعا في ظل الغيابات الموجوده، وكهرباء طبعا لعيب مهم بالنسبه لنا. واسأله بقى لما جه اول تمرين عملت ايه يا كابتن هاني؟ قول لي بقى اول تمرين عملت ايه؟ انت كده صاحبي، انت كده صاحبي، بص بقى انت صاحبي مش خاين، مفيش خيانه خلاص. عملت فيها سعد قول، هو مش هيقول. هو
هو خلاص جه بقى قلت له انت مريح بقالك اربع ايام، فخدته جريته اطوال لحد ما قطعت نفسه. انا بقى خمس ايام على السرير ما اتحركتش. قال لك تعالى، قال لي يلا نجري، راح خدني راح جرينا بعد اطوال التمرين؟ بعد التمرين على طول يوم الاربعاء اطوال، اللي هو طول الملعب رايح جاي 10 مرات بس فتح خطوه يعني. وهو طبعا بقى بيجريني يعني عشان لسه راجع فعمال يجي. قلت له عادي يعني الفتره الجايه هتجي لي انت برده، انت تعبان ولا هجريك؟ بس هو اعمل له 20 طول مش 10. لا هو تعبان سعد، لا ربنا يشفيه. ده سعد يمكن بيجي يعني بشكره على الكلام ده. يمكن سعد جنبي في الباس انا وهو جنب بعض، فاحنا رايحين الماتشات ورايحين التمارين فبنقعد نتكلم ذكريات بقى، بنضحك ضحك غير طبيعي. فيمكن سعد حكى لي كده قصه في وقت المعسكر دوت، فقلت له طب انت قاعد بتعمل ايه جنبي؟ يعني مثلا والدته ووالده واخوه كورونا واخوه تعبان بيعمل عمليه في المستشفى مره، يعني كلهم مره، ومراته بتولد. يعني سعد جاب غاليه ان شاء الله وشها حلو علينا على طول يعني بعد البعد. مبروك مبروك مرتين يا سعد بعد النهايه على طول. ربنا يبارك فيك يا كابتن هاني. الحمد لله ربنا ان شاء الله تتربى في عز كبير. قلت له انت والله العظيم، قلت له بتعمل ايه هنا طيب؟ قلت له روح. لا خلاص روح انت اقعد معاهم يعني. مش هو مش عارف بقى يعني هيعمل ايه، يروح بقى لاهله ولا مراته. فبصراحه يعني كان له دور كبير قوي يعني في الماتش ده وفي المعسكر، ان هو قعد الاسبوع كله وكان هو قاعد جنبي وشغال تليفونات مع بصراحه يعني مع لا وبعد وبعد النهائي بقى انت اللي رقصتهم كلهم. ورقصت الاجانب ورقصت اللي مش اجانب ورقصت عم حارس. ها البطوله كان كبيره وغاليه علينا. يا سعد وحدث كبير جدا. هو كهربا عارف نص اللعيبه عندنا ما بيعرفوش يفرحوا. هو لازم حد بالظبط، لازم حد يفكهم يا سعد. افريقيا ما بتتكررش يعني كتير فعلا، مش حاجه قليله. فطبعا ما ينفعش اليوم يعدي كده يلا نشيل كاس ونروح. روح يا جماعه. لا صح انت صح. صحيح انت خدت بالك ان المدرجات ما كانش فيها ناس فعلا؟ بس والله العظيم المدرج فعلا كان بيتهز. سمعت اسمك؟ سمعت اسمك اكيد. سمعت كل اساميكم. احنا كمان يمكن بعد الماتش واحنا فرحانين بقى، راح خدت سعد كده قلت له يلا تعالى. قال هنروح فين؟ خلاص احنا تعبنا. قال له قلت له اخر 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 حاجه بس هنروح ناحيه الثالثه شمال. راح لسه سعد راح جاب الفريق كله قال لهم يلا يلا عشان نروح الثالثه شمال والشناوي. وراح قال لهم يلا رحنا هناك وقفنا لكنهم موجودين يعني من حي الجمهور. صح حيتهم ورجعنا يعني. يمكن حتى في يعني يمكن بقول لك يا كابتن هاني التفاصيل ديت يمكن ربنا بيكرمنا عشان نسيب الناس دي كلها يعني. دي حقيقه التفاصيل يعني الصغيره دي طبعا طبعا. فالحمد لله يعني خلاص انت كده مش خاين، انت كده صاحبي. ايه موضوع الخيانه ده؟ هو عمل ايه فيك؟ لا هو احنا بنبقى قاعدين على الاكل. احنا بنبقى متفقين ان احنا يعني ايه ما نتريقش على بعض. محدش يدخل محدش يدخل بينا. ما هو تعمل مع سعد معاهدا ما تتريقش على حد. كابتن والله انا بقوم انا بس بقوم من جنبه، هو جنب بقوم من جنبه اروح اجيب بس اكل وانا بجيب الاكل. بص كده بيتكلم عليا على طول مع الترابيزه بتاعتنا. اوعى تدي ضهرك لسعد. حتى بدر بنون لسه جديد وقاعد معانا على الترابيزه بتاعتنا عمال يضحك. قال لي لا 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 السنه دي كلها على والله العظيم. بدر قلدت قلدت بدر بنون ولا لسه سعد؟ والله يا كابتن انا مش عايز اخوفه من هنا يلعب ماتشين ثلاثه معانا وياخد علينا وبعدين نقلده بقى. طب انت ايه رايك في اول مباراه بالنسبه له؟ طبعا يعني مباراه كانت اول مباراه بالنسبه للاعب، اكيد هو لاعب كبير لكن مباراه مهمه في نهائي كاس مصر، وكمان انه دخل عنده مسؤوليه تسديد ضربه جزاء في اول مباراه دوليه بالنسبه له. شفت بدر بنون ازاي يا سعد؟ والله كابتن هاني يعني انت عارف طبعا هو انا لعيب زيه ومعاك الفريق يعني الواحد ما بيبقى كشخصيه. لا مش تقييم فني، انا اقصد تقييم كشخصيه. هو لعيب طبعا يا كابتن هاني كبير يعني، هو لعيب منتخب المغرب ولعيب نادي الرجاء نادي كبير يعني من الوداد والرجاء اكبر ناديين في المغرب زي الاهلي والزمالك. فهو عنده حته الانديه لعبه الانديه الكبيره. احنا عندنا ضغوطات كبيره في النادي الاهلي وهم برضه في الوداد وفي الرجاء نفس الضغوطات بيلعبوا على المكسب. فهو عنده الحته دي موجوده يعني الحته دي موجوده، وان هو يلعب في نادي كبير ومتعود على المكسب والبطولات دي حاجه موجوده. لكن هو لما جه النادي الاهلي انا كنت كل شويه بساله مبسوط الدنيا كويسه مرتاح في حاجه مضايقاك محتاج حاجه اتكلم مع اللعيبه. هو شخصيه هاديه جدا ما بيتكلمش كتير. فانا بالظبط يعني كابتن الفريق طبعا وده دورك طبعا يا كابتن كباتن بنقعد نكلمه ندخله في الفرقه يعني دورك. لكن هو كابتن هاني عنده مميزات كلاعب كوره طبعا كويسه جدا هفيدنا. هو عنده ثقه في نفسه وهو من الناس المميزه في ضربات سواء ضربات الجزاء او الفاولات بيشوطها كويس وعنده هدوء وعنده كوره كويسه من الناس اللي بتطلع كوره بشكل كويس.
فهيفيدنا طبعا مع المجموعه اللي موجوده ان شاء الله باذن الله. وانت يا سعد ان شاء الله ترجع بالف سلامه. انت كمان من العناصر المهمه جدا جدا جدا، وعندك خبرات كبيره كقائد للفرقه، وكمان على امكانيات فنيه كبيره جدا. ان شاء الله ترجع كده وتكون كمان عضو بقى مؤثر اكيد داخل الملعب، وتحصل على بطولات كتيره ان شاء الله. افتكرت حاجه كهربا وضحكت ولا سعد شكله بتجرع؟ خدت انا كهربا معايا، خدت المكافاه ولا لسه؟ انا عارف والله لسه مستني كهربا. ادعي لي بقى، ادعي لي اخش معاكم في الماتش. قول لي. لا لا دي ليه قبل الماتش يقول لك كان قاعده للنقعده بنتكلم. فكان هو طبعا سعد من كباتن الفرقه. انت سايب الكلام كله وماسك في اخر حته. انا هقول، انا لسه هتكلم والله. استنى بس خليه يكمل. هقول الكلام كله. ماشي هقول لك الكلام كله. فسعد قاعد الشناوي وايمن وقاعدين، واللي عايز يتكلم يتكلم. فهو سعد اللي بدا الكلام، فاتكلم بقى يعني بصراحه يعني كلام، قعد مثلا 5 دقايق يتكلم كلام حلو قوي جدا. لازم نكسب البطوله، وانتوا رجاله وانتوا قدها، يمكن في لعيبه كتير ما خدتش بطوله افريقيا ديت، يمكن انا خدتها بس انا عاوزها تاني، وانتوا ان شاء الله هتجيبوها. وقعد يحفز اللعيبه بقى ويتكلم. ده هو ورامي وليد بس في يعني من يعني الوحيد اللي فيه. وبعد كده هو ورامي وليد. بعد كده اللعيبه بدات تتكلم، فكل اللي بيتكلم يقول لك احنا زي ما قال سعد، زي ما قال سعد. فكل اللعيبه ايه، هو الكلام اللي سعد قاله احنا عايزين نقوله. فالمهم خلاص احنا بقى مركزين، والكلام قاله صح، والدنيا تمام بقى، تمام يا سعد مش عارف ايه. ففي الاخر قال لك يعني انا معاكم اهوت، وعندنا بطوله افريقيا، بس انا مش موجود معاكم في المعسكر وماليش مكافاه. فاحنا قعدنا كلنا كده بصينا له كده، قلنا له انت بتقول كل الكلام ده كله عشان نطلع لك مكافاه معانا يعني؟ والله العظيم يا كابتن. فقلت له خلاص هديك نص المكافاه بتاعتي. قال لي ماشي هاخدها منك. قال لي كده ده بصدق. بصدق. فلا هو في الاخر برضه يعني سعد فكنا في الاخر برضه يعني. طبعا هو قال المفيد في الاخر لازم يدينا كده واحده عشان ما هو دايما يعني سعد عنده، والناس بتفتكر ان سعد بيهزر على طول لا سعد، لا سعد سعد يعني انا عشته كلاعب وكان معايا. انا كنت ساعات بقول لا سعد كفايه تهريج، لكن في وقت من الاوقات لا هو فعلا راجل ومتحمل مسؤوليه. بس افتكرت حاجه تانية يا كهربا. قول يا سعد بقى حكى لي الموضوع بتاع الاولمبياد. الاولمبياد انا واعمى الاولمبياد ده حاجه بتاع هالك. بتاع هالك. فكرني يا سعد بهالك صحيح، انا مش فاكر. قول لي فكرني. لا كنا احنا كابتن انت فاكر كنا قاعدين معاهم في نفس الفندق منتخب البرازيل. كابتن هاني كان انت عارف كان بالنسبه لنا برضه نقول مع كابتن هاني في نيمار وفي هالك. نيمار وهالك ويعني واوسكار طبعا واوسكار ومارسيلو واوسكار يعني منتخب البرازيل الاول. هالك طبعا انت فاكر جسمه كابتن هاني كان حاجه تخط يعني. وكل وجبه يطلع بشفشق لبن يا كابتن هاني. ايوه افتكرت. فانا قلت كان معايا شهاد يعني عايزين نشوف هالك ونقعد نتكلم معاه شويه افكاره دي عليه صوت عليه حياتي يعني. احنا قاعدين في فندق واحد بقى يعني. ايوه زملاء. ايوه زملاء زي بعضيكوا يعني. مانعين ان حد يحتك بالمنتخبات يعني، انت ممنوع تحتك منتخب تاني. كل واحد في فندق ومقفول عليه. ومن احسن الحاجات اللي لعيب الكوره هيلعبها في العالم في الاولمبياد طبعا. طبعا من احسن الحاجات اللي هتقدر تلعبها في حياتك يعني. فالمهم رحت للريسبشن وقلت لها انا عايز اكلم هالك يعني في التليفون وكده، قولي له ان انا طالع له واحد صاحبي طالع له واحد صعب ما يعرفه. والله قالت لي لا يعني لازم تكون انت ليك علاقه بيه او تعرفه كده. ف قلت لها انا صاحبه، فقولي له بس سعد صاحبك وكده وبتاع. دي كلمه هالك اسمه ايه؟ فانا ما اعرفش اسمه ايه يعني. انت عارف انه هالك وخلاص، لكن الفيرست نيم انت ما هو دوني هالك بتاع البرازيل. بس قالت لي اسمه ايه؟ فانا بهزر شباب واقف جنبي قلت لها اسمه ابراهيم سيد هالك. رد عليها وقال لها ده بيهزروا مش عايزين يزعجوا كده، والامن جالنا وكده وعملوا لنا مشكله بقى وكده. مين كان بيلعب بينج بونج مع نيمار؟ كان حد برضو من فرقتنا برضو يعني. والله يا كابتن انا كنت بلعب. ايوه انا بوتريك اشرف نيمار. ايوه صح. فطبعا نجم البرازيل ونجم مصر، فقال لك خلاص ان هو ده الماتش النهائي بقى اخلع انت يا سعد. وابو تريكه كسبه بصراحه في الاخر. صح فعلا ابو تريكه كسبه، وكان يعني هو فال خير. احنا عملنا الحمد لله مباراه جيده، لكن دايما ارجع سعد للروح الحلوه، ودايما ارجع للجزئيات والحاجات اللي ما بتشوفهاش الجماهير. وكهربا معايا في النقطه ديت، في اجزاء ما بتشوفهاش الجماهير وبتقول هو اشمعنى النادي الاهلي دايما يا اخي ده بيكسب في الدقيقه الاخيره، ده ايه الحظ ده؟ الموضوع الحظ
والتوفيق بتاع ربنا، لكن لكل مجتهد نصيب، والاجزاء الصغيره اللي بتعملها ككابتن فرقه والفرقه نفسها، كلام الشناوي بين الشوطين، كلام سعد قبل المباراه، حرقه كهربا وهو خارج الملعب عشان يبقى موجود في الملعب، فرحه اللعيبه كلها، الحاجات دي يا سعد هي اللي بتفرق، وهو ده يعني انا في رايي ده هو مفتاح النادي الاهلي. يمكن البطوله دي يا كابتن هاني ينطبق على الكلام اللي حضرتك قلته بالظبط، يعني بطوله افريقيا بنسبه كبيره من اسباب ان احنا ربنا كرمنا بالبطوله الروح والعلاقه بين اللعيبه والقرب اللي كان موجود بالذات، كل ما بتقرب من النهائي كنا احنا حريصين اكتر نقرب من بعض ونلم بعض، ولو في اخطاء نحاول نتفاداها ونحاول ان احنا السلبيات نعالجها والايجابيات نحاول ان احنا نزودها، فده فرق معانا بشكل كبير جدا جدا. يعني كهربا عارف ان حاجات كتير بتقابلنا في الطريق بنحاول ان احنا نلمها، بنحاول ان احنا يعني زي ما بيقولوا ايه ننحي الحاجات دي على جنب كده عشان الطريق بتاعنا يبقى ممهد لحد ما نوصل للبطوله. الشناوي كان عليه دور كبير جدا الفتره اللي فاتت بصراحه جوه الملعب وبره الملعب. ايمن الكابتن وليد سليمان، يعني كان في ناس كتير من اللعيبه زي علي معلول، يعني معظم الناس اللي بقى لها فتره في النادي كان عليها دور كبير جدا. ففعلا البطوله دي جت بتكاتف اللعيبه وحبهم وقربهم لبعض، ودايما التوفيق يا كابتن هاني. انت شفت ماتش امبارح؟ طبعا طبعا انت عملت الماتش ولعبت وعملت اللي عليك، بس ربنا بيكرمك عشان انت تستاهل. صحيح. فده بيبقى مهم جدا، فربنا يديمها نعمه ودايما النادي الاهلي يبقى في البطولات على طول يا رب. ان شاء الله ان شاء الله يا سعد ان شاء الله. وتنضم بقى بسرعه في اسرع وقت ان شاء الله، ويكمل ربنا يا رب يشفاك على خير ان شاء الله يا سعد. الله ان شاء الله يا حبيبي ان شاء الله يا حبيبي. وهنطلع لك مكافاه يا سعد ولا يهمك، في مكافاه ما تقلقش. لا طلعوا لي يا كابتن. هنطلع لك يا سعد ما تخافش. الكابتن سيد ظبطنا بصراحه. طيب الحمد لله، تستاهل كل خير يا سعد، تستاهل كل خير. بالتوفيق ان شاء الله. مع السلامه يا سعد.